أصحابنا. بداية حلقتنا رح تكون مثل العادة مع سؤالنا لليوم، خلينا نشوفه سوا. How many hours are in a week or 7 days؟ كم ساعة في بسبعة أيام أو بأسبوع؟ جربوا حسبون، يعني بنهار في 24 ساعة نحسبون على 7 أيام. ما رح ساعدكن أكتر من هيك، انطرونا لآخر الحلقة لتعرفوا إذا أجبتكن صحيحة أو لا. هلأ صار وقت نشوف شو رح يصير اليوم مع نور. نور does not listen to her teacher. She turns her back and leaves the room while her teacher is talking to her. شي مرة زعلته لأنه حدا ما سمع لكم؟ أنا صارت معي وزعلت كتير، أكيد حسيته كأنكم مش مهمين ومش محترمين. هيك كمان حست المعلمة لما نور ما سمعتها وبرمت ظهرها وفلت هي وعم تحكي معها. اليوم أصحابنا رح نحكي كيف منحترم شخص عم يحكي معنا. أول شي لازم نستمع له، مش بس سمع، لأنه في أوقات منسمع صوت الشخص اللي عم يحكينا بلا ما نركز على شو عم بقول أو شو عم يقصد. مثلاً لما نصير نفكر بإشياء بالصف ما لها علاقة بالدرس منكون ما عم نسمع مزبوط. كمان لازم نتطلع بالشخص يلي عم يحكينا، لأنه إذا ما بتعملوا هيك معناتها منكم مهتمين أو محترمين الحديث أو بدكن إنه هيدا الشخص يسكت، مثل ما عم نشوف هون بالصورة في الشخص هون نايم، يعني منه مهتم بالحديث. وكمان لازم ننتبه على حركات جسمنا أو لغة الجسد، يعني مثل ما شايفين البنت هون نعسانة، يعني مانا مهتمة بالحديث. حدا من هول الأشخاص محترم الآخر وحديثه؟ أكيد لا، لأنه كل الحركات يلي عاملينها أو حركات جسمهم ما بيدلوا على هيدا الشيء. رابع شغلة لازم ننتبه على تعابير الوجه كمان، يعني إذا أنا قعدت هيك مانا مهتمة بشو الآخر عم يحكيني. هلأ أصحابنا عرفتوا قديه في ساعات بالأسبوع؟ حسبتون منيح؟ خلينا نشوف الإجابة الصحيحة. How many hours are in a week or 7 days? There are 168 hours in a week. إذن الأسبوع الواحد فيه 168 ساعة. ما تنسوا أصحابنا تستفيدوا من كل ساعة بالأسبوع مثل ما كنا تعلمنا بالحلقات الماضية. وهلأ صار وقت ودعكن، باي. I will look at the person talking to me. I will not listen well. I will move away while someone is talking to me. I will show respect and listen carefully to someone talking to me.